تعرف الجزائر سيادتها لا ترك على السعوديه ولا ترك على ايران ولا ترك على امريكا ولا ترك على فرنسا. من تقول هذه الايام على حساباتكم ان الجزائر تبعيه الى فرنسا؟ جاوا يركعوا لان بوتفليقه والجزائر هي من تحكم من يكون رئيس فرنسا. نعم للحمقى الذين يعتقدون ان الجزائر هي تابعه لفرنسا اقول لهم خسيتم. فرنسا هي من تابعه للجزائر والتابعيه. سمح لي يكمل هذه لانه الكثير من يخلط في الامور. ألان جوبي جاء للجزائر ليستبرك ليأخذ يستبرك لكي يكون رئيسا في فرنسا وبعثوا بعده رئيس بلدية رئيس بلدية باريس رئيس بلدية نعم رئيس بلدية باريس أكثر من دولة رئيس بلدية باريس. اسمع ما تخلطوش ما تلعبوش بالناس. سمح لي فيها رئيس بلدية باريس كل هي أن إيدالغو هي مرشحة للرئاسيات هي في اليسار لما جاء جيبي هنا إلى الجزائر ليأخذ موافقة رئيس جمهورية الجزائر لكي يساعده كما ساعد ساركوزي كان رئيسا على فرنسا وأقلع القذافي بمساعدته. بوتفليقة هو من يحكم في فرنسا والجزائريين هم من يؤثرون الأمن الاجتماعي في فرنسا. الجزائر هي من تحكم فيه ومخطئ أقسم لكم بالله أقسم بالله غير الجزائر هي من تحكم بفرنسا وهي ليس فرنسا من تحكم بالجزائر. التبعية تاع الجزائر ليس جاءت لكي تخلق التوازن لأنه اليسار هذه كلمة سيعرف رجاء الوقت جاءت رئيس بلدية فرنسا هي اليساري ليس باريس أقوى من دولة أقوى من دولة باريس مقاطعة باريس أقوى من دولة. أنتم تهمشون بكلام تلعبون على الشعارات جاءت لتخلق التوازن تجري لكي تقول الرئيس بوتفليقة لا تكون من جهة جيبي مفهوم 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 هذه صحيح ومعلوماتكم. أنتم أخطر ناس على الجزائر أنتم أخطر ناس على الجزائر. أقول أعداء الجزائر أبناؤها أقول والله لا يخفني الصهيوني ولا يخفني الأمريكي والله ما يخفني هو الجزائري الغبي الذي يطعن في وطنه.